مدينة الرستان والمعاناة التي يعيشها أهالي هذه المدينة. يعطيك العافية. الله يعافيك. شو عم تسوي هون؟ شفت عينك عم نشعل نار شان سخن نسوي بريق شاي عليه نفطر له العجار. شو وضع الأطفال عندك هون بالبيت؟ لا شوف لحل هاي هدوم شتوية يعني. لك هاي لك لا علم لا تدريس برد قتلنا قتل مازوت ب 100 ليرة. شو عندك هل شايف الأغراض هون؟ عم نروح نلب بالشوارع الزبالة شان نعيش من وراها. لا حول ولا قوة إلا بالله. حالة إنسانية صفر برد شديد يعني على العجان. طلع لك هاي بني آدم هذا هاي طفل كان هيك يعيش